أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صحافة الغد، وأهم العناوين والموضوعات المطروحة في الصحافة التي نطالعها غدا الخميس. نبدأ وكالمعتاد بأهم العناوين والمنشطات في الصحف التي بين أيدينا هذه الليلة. ومن الأخبار، السيسي يؤكد أهمية دفع العلاقات الوثيقة مع باريس خلال المرحلة المقبلة. أما في اليوم السابع، السيسي نتطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر. وفي الأخبار، إنفانتينو يرحب باستضافة الفراعنة لاحتفالية الفيفا لأحسن لاعب في الكون. في الشروق، الأرصاد استمرار موجة الصقيع وتزايد فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا. من جديد لحضراتكم التحية، ونتحول من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ مع الأخبار التي جاء فيها تحت عنوان السيسي يؤكد أهمية دفع العلاقات الوثيقة مع باريس خلال المرحلة المقبلة. التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين البلدين لتسوية الأوضاع في ليبيا. قالت التفاصيل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تليه مصر من أهمية لدفع العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذا في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي جان إيف لدريان وزير خارجية فرنسا. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات الأخذة في التطور والنمو على نحو يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة. لنتحول إلى اليوم السابع التي جاء فيها السيسي نتطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، حريصون على وحدة واستقرار ليبيا ووضع حد للتدخلات غير المشروعة. الرئيس يبحث مع وزير الخارجية الصيني دعم العلاقات الثنائية ووانغ يي. مصر سوق واعد للاستثمارات والشركات الصينية، ونسعى للارتقاء بالشراكة معها في جميع المجالات. تقول التفاصيل في هذا الخبر، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وانغ يي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني. على جانب آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة. وتم التوافق في هذا الصدد على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا. لمزيد من القراءة والتعليق حول هذا الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف. مساء الخير يا أستاذ محمد. تحياتي أستاذ أيمن، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني متابعتك للجهود التي تقوم بها مصر للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار ليبيا ومنع التصعيد العسكري فيها من الدول الطامعة بطبيعة الحال في ثرواتها، كيف تثمنه مع هذا الاجتماع، وما الجهود التي تتوقع أن تبذلها مصر في الفترة القادمة مع المجتمع الدولي لمنع تصعيد الأزمة في ليبيا؟ لأن في البداية طبعا الرئيس النهاردة اجتمع بمجموعة من الوفود، وكان على مائدة الحوار الملفات المتعلقة بالقضايا الملتهبة بالمنطقة، وخاصة ما يتعلق بالتوترات الموجودة في دول الخليج أو التدخل التركي في
في الشأن الليبي. المتابع الجيد للوضع السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي يعلم بسهولة أننا لسنا في حالة حرب وشيكة، والرئيس قالها للمصريين خلال كلماته حتى في احتفال الإخوة المسيحيين عيد الميلاد. أنتم في عيد الميلاد أنتم خايفين من إيه؟ والرئيس يعلم جيدا معنى هذه الكلمة التي يؤكد فيها للشعب اطمئنوا خلفكم قيادة سياسية حكيمة وقوات مسلحة وشعب درع وسيف لهذا الوطن. مصر لن تخوض حرب أي ما كانت إلا في حاجتين بس، وده مرهون وده صعب حتى حدوثه دلوقتي، سواء ما يتعلق بالعدوان عليها مباشرة أو دخول مناطق الغاز المصرية في البحر المتوسط أو حتى العدوان على حدودنا في ليبيا. خلاف ذلك مصر حاليا بتخوض حاجة يعني دبلوماسية سياسية، هي معركة سياسية ضد شرعية حكومة وقانونية أيضا يا أستاذ محمد، لأنه فيها أبعاد قانونية للاتفاقيات الباطلة طبعاً التي وقعت طبعاً بين الجانبين، وقانونية وتحشد من خلالها المجتمع الدولي ل طيب. أستاذ محمد، ما معنى أن يكون على أرض مصر في يوم واحد وزراء خارجية الصين، فرنسا، إيطاليا، اليونان، قبرص؟ طبعا في علاقات ثنائية بتجمعنا بكل دولة من هذه الدول، ولكن للصين مكانة خاصة طبعا بطبيعة الحال، والحديث كان متطرق إلى السياحة الصينية إلى مصر، وطبعا التعاون التجاري والاقتصادي خاصة في ضوء مبادرة الحزام والطريق. يعني خلينا أقول طبعا أن التعاون الاقتصادي سواء مع الوفود اللي كانت موجودة النهاردة، سواء الصين أو فرنسا أو حتى الأردن، مصر تسعى إلى تطوير التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة، لا سيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. طبعا زادت السياحة، كان موجود على مائدة الحوار يعني جزء ملفين مهمين خاصة مع الوفد الصيني، أولها السياحة الصينية وعودتها إلى مصر، وتمثل السياحة الصينية جزء مهم جدا من الدخل القومي لمصر. والنقطة الثانية هو مبادرة الحزام والطريق اللي هي أصبحت مصطلح طفى على السطح منذ عام 2013. باختصار كده الناس في مصر كل يوم تسمع أن الرئيس مسافر الصين رايح يشارك في مبادرة الحزام والطريق، أن النهاردة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية برضو تتكلم على طرح هذه المبادرة على مائدة الحوار. باختصار مصر لها مشروعات قومية والصين عندها مشروع دولي اسمه الحزام والطريق. الحزام والطريق ده تقريبا هيربط ما بين 68 دولة، هيبقى نعم. هذا الطريق صناعي وتجاري وزراعي. طيب المواطن يقول لك انا هستفيد ايه؟ هقول له ببساطة عشان تعرف ان الموضوع مش فرقعة اعلامية ولا شو اعلامي، لازم تفهم ان الصين هي اللي عاوزة مصر، لان احنا عندنا قناة السويس احد المواني المهمة في هذا الطريق، واللي هيعبر من خلاله هذه المبادرة إلى دول البحر المتوسط. جزء من هذه فمصر جزء من هذه المبادرة، وبدونها لن تصل الصين إلى الغرض الكامل لطريق الحرير. طب الطريق ده هيعمل إيه؟ هيغير طبعا يا جماعة موازين القوى والصراعات في العالم خلال الفترة القادمة، وبالتالي هيكون هناك تصدير وتبادل تجاري وعبور من وإلى قناة السويس، هينشط حركتها، وشوف بقى اللفظ ده، أضعاف الأضعاف، خاصة وانت بتعمل دلوقتي منطقة اقتصادية على قناة السويس. كل من ده من شأنه زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتبادل تجاري مع كثير من دول القارة الإفريقية وباقي دول المبادرة التي تتخطى 68 دولة. في النهاية أقول حاجة بسيطة عشان تعرفوا أهمية هذا الطريق، أن الصين رصد لهذا الطريق تريليون دولار، أي حوالي 1,000 مليار دولار. نعم. والصين بتمثل 40% من حجم التجارة العالمية، وكل 100 دولار صادرات أو واردات الصين لها 12 دولار لوحدها. يبقى إذن هذا الطريق سينعش الكثير من الاقتصاديات والاستثمار داخل مصر. تمام، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات، الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بروز اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك. نتحول إلى بعض الموضوعات الأخرى التي لبعضها طبيعة محلية في بقية صحفنا. بنتحول إلى الشروق، وتحت عنوان الانتهاء من 90% من أعمال المتحف المصري الكبير، عنوان آخر يقول مجلس الوزراء نسبة
تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع المتحف القومي للحضارة وصلت إلى 98%، حيث قالت التفاصيل أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحقيق قطاع الآثار عددا من الإنجازات الملموسة خلال عام 2019، سواء على صعيد تنفيذ المشروعات الكبيرة والاكتشافات الجديدة أو تطوير وترميم عدد من المناطق الأثرية وتنظيم المعارض الدولية والداخلية، فضلا عن استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج. أظهر المركز في إنفوجراف أو بيان معلومات نشر بالأمس حجم الإنجاز في مشروع المتحف المصري الكبير، والذي وصل إلى أكثر من 90%، في حين بلغ إجمالي القطع الأثرية التي تم نقلها للمتحف 49,603 قطع أثرية، تم ترميم وصيانة منها ل 46,600 قطعة أثرية. بطبيعة الحال كلنا نعرف أهمية الآثار المصرية وأهمية طبعا المتحف المصري الجديد أو المتحف القومي الكبير للآثار المصرية في حفظ الآثار وفي طبعا عرضها بالطرق الحديثة، وأهمية هذه الآثار في جذب السياحة وفي دراسة التاريخ، ولعشاق الآثار طبعا مذاق خاص للآثار لأنه بيشعرهم بمتعة وبشغف سواء في المتابعة أو القراءة أو الاطلاع والمعرفة على تاريخ كل قطعة وتاريخ يعني تصميم هذه القطعة أو الزمن اللي عاشته في التاريخ السابق والأحداث اللي ربما تكون هذه القطعة شافتها وكانت شاهد عليها. بنتحول لموضوع يعني كلنا بنشعر به هذه الأثناء، وهو المتعلق بحالة الأجواء وطبيعة الطقس الساقع أو البارد هذه الأيام على معظم محافظات جمهورية مصر، واللي كلنا بنشعر به وربما بنشكو من أثاره بعض الشيء. الأرصاد بتحذر طبعا وبتنبه لأنه في استمرار لموجة الصقيع وتزايد لفرص سقوط الأمطار اليوم وغدا، في أمطار رعدية في الإسكندرية، والمحافظة بتحذر المواطنين من السير بجوار الأسوار والأجسام المعدنية أثناء البرق، حيث أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين عن استمرار موجة الطقس السيء واشتداد حدة الصقيع حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع في فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأشار إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والصحراوية مع تكون السحب المنخفضة، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات المختلفة. وده طبعا طقس بيخلينا كلنا واجب علينا الانتباه والحذر والتعامل معاه بالشكل الأمثل لتجنب آثاره الضارة إن شاء الله. وكل عام وحضراتكم بخير. بنتحول للحفل اللي رحبت فيه مصر ب يعني أبطال رياضة وخاصة الساحرة المستديرة. في الأخبار تحت عنوان إنفانيتو بيرحب باستضافة الفراعنة لاحتفالية الفيفا لأحسن لاعب في الكون. مصر بالعالم بيصفق لها ثلاث مرات في موسم الرواج الإفريقي، فتقول بعض الآراء في هذه المقالة: لم تكن احتفاليات أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 التي أقيمت في ضيافة الغردقة الساحرة بمنطقة سهل حشيش الرائعة إلا امتداد للنجاح المبهر الذي حققته الدولة المصرية في تنظيمها الإعجازي لبطولتي إفريقيا للكبار والشباب في موسم الرواج الإفريقي الذي شهد ثلاث مناسبات قارية كروية عظيمة على أرض أم الدنيا والحضارات. حالة الإبهار التي كان عليها نجوم ومشاهير وأساطير ورموز اللعبة في القارة السمراء والعالم، وعلى رأسهم السويسري إنفانتينو رئيس الفيفا وأحمد أحمد رئيس الكاف، يشيدون بالتنظيم الحضاري لحفل أفضل لاعب قاري، ويؤكدون أن مصر قدمت حدثا كرويا في شكل مختلف ومبهر وعظيم، لتؤكد للدنيا كلها أنها دولة كبيرة وقادرة على تنظيم واستضافة أقوى المناسبات والأحداث في أي وقت. وما حدث في بطولة إفريقيا للكبار التي نظمتها مصر في زمن قياسي لم يتجاوز 4 شهور، ثم أعقبتها بعد فترة وجيزة جدا باستضافة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 هذا العام. كانت حالة السعادة التي ظهر عليها الأفارقة ونجوم اللعبة وأساطيرها واضحة عليهم بشكل كبير في احتفالية هذه
المناسبة، والتي شهدت تكريم الكاف 3 مرات لمصر عندما صعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمنصة المكرمين وقام بتسليم جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا، وكان ذلك تكريما للدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على جهودها الكبيرة في تنظيم وإنجاح بطولتي الأمم الإفريقية للكبار رقم 32، الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام في عام واحد. والمرة الثانية قام كامل أبو علي راعي الحفل بتسليم جائزة أفضل منتخب للشقيقة الجزائر، والمرة الثالثة للتواجد المصري على مسرح الأحلام الإفريقي، وتمثلت في فوز الاتحاد المصري بجائزة الأفضل في إفريقيا، وتسلمها المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي ورئيس الاتحاد السابق كأفضل رئيس اتحاد أهلي داخل قارة إفريقيا. كانت المرة الرابعة متمثلة في ذكر اسم الدولي الشهير الفرعون المصري محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للقارة السمراء، واستقبل الحاضرون اسم مو صلاح بعاصفة من التصفيق الحاد. في موضوع يمكن حضراتكم ملاحظينه، وهو يعني التجميل اللي بيتم لبعض المناطق في مختلف محافظات مصر. في الأخبار بأيدي طلاب التعليم الفني، لوحات تنطلق بالجمال في شوارع أسيوط، تحت هذا العنوان كتبت التفاصيل: بأيدينا نستطيع التغيير، ليست مجرد عبارة يمكن كتابتها ولكنه واقع يمكن تنفيذه، وهو الأمر الذي أثبته معلمو وطلاب التعليم الفني في مركز أبانوب بمحافظة أسيوط، الذين حولوا مشاهد القبحة على أعمدة الكهرباء والحوائط والأسوار في الشوارع إلى لوحات تنطق بالجمال. نفذ الطلاب بإشراف معلميهم مبادرة بعنوان لا تشوهها لإزالة الملصقات والإعلانات من حوائط المدينة وأسوارها وأعمدة الكهرباء، واستبدال ذلك بلوحات فنية تحمل عبارات إيجابية من بينها بأيدينا نغير، فضلا عن رسومات زيتية تعبر عن جمال الطبيعة في الريف المصري. تفقد اللواء عصام سعدة محافظ أسيوط أعمال التجميل، وأثنى على المبادرة وأشاد بجهود معلمي وطلاب المدارس الفنية في مختلف مراكز المحافظة ومشاركتهم الإيجابية في أعمال التطوير والتجميل التي شملت دهان بلدورات الشوارع وأعمدة الإنارة وتجميل واجهات محولات الكهرباء وإصلاح المقاعد والبرجولات، ونشد المجتمع المدني بالمساهمة في أعمال النظافة والتجميل في مختلف المناطق. الحقيقة المبادرات اللي من النوع ده واللي بتتكرر كتير في كتير من محافظات مصر ومدنها ومراكزها وقراها، واللي بتتكرر على إيد ناس موهوبة، يعني بتبث فينا شيء من الطاقة الإيجابية، لأنه الحقيقة بنشوف أعمال فنية متميزة وجميلة فعلا، وبتحمل معنى التجميل الحقيقي، وبتؤكد أن مصر ولادة وفيها مواهب كتيرة في مجالات كتير، وبتحول بعض مشاهد القبح بالفعل إلى مشاهد بتنطق بالجمال، وبيكون فيها العوض عن بعض الأعمال الفنية اللي ما بيكونش على نفس المستوى. وزي ما قلت لحضراتكم ده بيدينا أمل بأنه مصر فعلا فيها مواهب كتير في مجالات كتير، ومن بينها بطبيعة الحال المجالات الفنية. نختتم جولتنا الصحفية هذه الليلة من اليوم 7، وموضوع لفت انتباه مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير، لأنه بيعبر عن معدن المصري الأصيل، وتحت عنوان في الشرقية بلد الكرم عربية الدفا توزع شوربة العدس على السهرانين بالزقازيق، المتطوعون 500 وجبة يوميا، نجحنا في تأسيس مطبخ خيري لتوزيع وجبات مجانية طوال العام، وعزمنا ركاب القطار في رمضان الماضي على الفطار، الشرقوة أهل الكرم عرفوا به على مر العصور، وتداولت الأجيال حكايات وروايات وأساطير عما عرفوا به من جود وكرم، حتى تسلم الراية مجموعة من الشباب بالمحافظة أطلقوا مبادرة عربية الدفا لتوزيع وجبات العدس على الأهالي مجانا لمواجهة الصقيع طوال فصل الشتاء. سامية الترزي والملقبة باسم ماما سامية تقول إن فكرة توزيع شوربة العدس في الشتاء موجودة لديها منذ سنوات قبل تأسيس المطبخ الخيري، مضيفة: كنت أقوم بإعدادها في منزلي والشباب يوزعونها، وبعد تأسيس المطبخ العام الماضي أصبحنا نعد الوجبات المختلفة، فكرنا في عودة توزيع وجبات شوربة العدس على المتواجدين بالشارع لمواجهة الصقيع، مضيفة أن مهمتي هي الطبخة وأقوم بتجهيز العدس وطبخه يوميا.
عبر العديد من المتطوعين عن فرحتهم العارمة لمشاركتهم في مثل هذا العمل الخيري بالرغم من البرودة الشديدة، معبرين عن دورهم الصغير ولكن جزاؤه كبير عند الله. حي مصر بخير، ويمكن الخبر ده كان أحسن ختام لجولتنا الليلة. غدا في مثل هذا الموعد يتجدد اللقاء مع فريق آخر وحلقة جديدة من صحافة الغد. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وفي أمان الله. إلى اللقاء.